بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الموضوع بتاعنا بتاع الـ APIs. آخر حتة عايزين نظبطها حاجة تخص حاجة اسمها الكورس بوليسي. كورس بوليسي، ودي حاجة في غاية الأهمية لما بنكون بنعمل، يعني احنا محتاجين ان احنا دلوقتي نشير المعلومات ما بين فرونت اند هتشتغل على الويب ابلكيشن ده، زي مثلا انجلر، مثلا رياكت، مثلا فيو، مثلا اوركي جيت بيشتغل على الاي بي اي اللي موجوده عندي دي، او عايز موبايل ابلكيشن يقدر يتكلم مع دي. فهي اصلا كورس يعني كورس دي اختصار يعني كروس اوريجن، تمام، ريسورس شيرنج، تمام. دي اللي هي ايه، السي والاو والار والاس. طبعا معناها ازاي هسمح ان في حد تاني غير السيستم بتاعي هياكسس السيستم بتاعي، تمام، ازاي اسمح لده؟ وده طبعا بيضرب بعض الحاجات في السكيورتي، وبناء عليه احنا محتاجين نقلاو ده ونسمح بده، لان احنا عاملين اي بي اي عشان يا اما اكلمها من فرونت اند اي بي اي، من فرونت اند ديكاتب اي بي اي، او هكلمها من موبايل ابلكيشن ديكاتب اي بي اي. الحالتين انا لازم اسمح بالايه، بالكورس بوليسي دي، وافتحها في حدود طبعا وليها شغل كتير، بس خلينا في الستاندرد وين البسيط اللي ممكن نشتغل عليه. اولا هاجي هنا واقول له احنا محتاجين نخلي البايثون تنزل لنا تعمل انستول، مش للريست فريم ورك، لا انا هعمل بي ار بي دوت بي ار بي انستول. هقول له انا عايز انزل جانجو كورس هيدرز، تمام، هيدرز كورس هيدرز، تمام، هيبدا ينزله، سيبه ينزله زي ما هو عايز. هروح انا بعد كده ايه، مش مشكله ولا ايه، مش مشكله، اشتغل، تمام. توتال ده بالنسبه لايه، لدي. انا هروح بقى على السيتنج بتاعتي، وزي ما قلت له انا في الانستول ابس انا نزلت الريست فريم ورك. هقول له كمان محتاجين نقول لك ان احنا نزلنا الكورس هيدرز، تمام، نزلنا الكورس هيدرز. بس في شويه اعدادات لازم تظبط للكورس هيدرز، مهمه جدا، تمام، مهمه جدا جدا من عشان تقدر العمليه تشتغل. فانا اول حاجه هظبطها هقول له كورس اوريجن، عندنا قول كورس اوريجن هسمح بكل شيء، هقول له اه ترو. خد بالكم طبعا انا بعمل سنتر واي مباشر، بسمح بكل حاجه بس اقدر اشتغل، لكن الحته دي محتاجه شغل يعني بالتفصيل الممل، امتى اسمح وامتى ما اسمحش، وافتح لي ايه وافتح له لا ولا اه، محتاج شغل كتير. بس خلينا نمشي في الاطار اللي هو العام. احنا كنا عاملين الريست فريم ورك، كنا بعتين اللي هي الديفولت بريميشن كلاس كلاسز، كنت عامل ان هو يعني يا اما عنده بريميشن يا اما ريد اونلي، صح؟ فانا بعد اصدار مواقف الحته دي وهقول له لا احنا محتاجين تبقى فاتح بس عشان نقدر تست الحاجات ديت. فهقول له الريست فريم ورك دوت بريميشنز دوت، هقول له الاو ايه، اسمع بكل حاجه، اي حاجه اسمع بيها عشان اقدر تست كل الاحتمالات اللي احنا عايزينها، تمام. وهقول له كمان انا عايز بقى اضيف فوت بريميشن كلاسز، هقول له انا عايز احط حاجه كمان اساسيه مش في الديفولت بريميشن كلاس، خلي الديفولت بريميشن كلاس خلاص كان في الريست فريم ورك. زي ما حددت الديفولت بريميشن كلاسز هنحدد حاجه ثانيه مهمه جدا هسميها ديفولت اوثنتيكيشن كلاسز، تمام. الديفولت اوثنتيكيشن يعني حق الدخول، تمام. حق الدخول هيمشي ازاي؟ هقول له بص حق الدخول هيمشي ازاي، هقول له روح على الريست فريم ورك، تمام، دوت هتخش على اوثنتيكيشن وهتستخدم حاجه اسمها، في انواع كتير، هتستخدم حاجه اسمها سيشن اوثنتيكيشن، تمام. الاسلوب اللي ماشي بيه الاوثنتيكيشن هو اسلوب السيشن، هو اسلوب مين؟ سيشن كوم، عشان اقول له بقى الديفولت بريميشن كذا كذا. في كذا اسلوب، سيشن نوع من انواع اللي بتخليني اقدر احتفظ بالايه؟ بالاوثنتيكيشن.
وسايب برزنتيشن فيه. فالسيشن دي طول ما الجلسه اللي قاعد فيها اليوزر مع السيستم محتفظ بحاجه اسمها سيشن، هي اللي تبقى شايله الداتا بتاعتي والشغل بتاعي. تمام، انا ظبطت ليه بس ان انا قلت له سيشن وقلت له معلش لو اني وقفت حكايه ان هو يبقى ريد اونلي دي عشان اقدر افتح لنفسي شغل كتير. في الميدل وير في حاجات كتير جدا بتسرق في الميدل وير. اعرف ان الكورس بوليسي من ضمن حاجات الميدل وير. الميدل وير فيها السكيورتي، فيها السيشن اللي احنا كنا بنستخدم شغالين عليها، فيها طبعا السي اس ار اف فيو ميدل وير دي برضه هنشتغل عليها عشان حاجات الاوثنتيكيشن والتوكن والكلام ده كله. اوثنتيكيشن ميدل وير المسج الاكسبرم. طبعا مش عايز اقل قوي الدنيا، لكن عايز اقولها ببساطه على سنين اعدادات اساسيه اللي لازم نعملها. وبعدين ان شاء الله يبقى في كورس مفصل يعني في نشرح التفصيل ده ايه وقصص دي ازاي ويعني ايه الحاجات دي، لكن خليها بس بشكل بسيط. الميدل وير او الدوت كون دوت هنادي منه على كومن ميدل وير. الكومن ميدل وير الحاجات الميدل وير العامه، الحاجات اللي هي العامه انا عايز استدعيها من جوه جامو. الكومن ميدل وير وبس. لا مش بس، قلت له بقى عايز بقى استدعي الحاجه بتاعتنا احنا، الحاجه بتاعتنا اللي هي بتاعت الكورس، كورس بوليسي. فاقول له جامو دوت ميدل وير دوت كورس سي كابيتال ميدل وير، وكده استدعيت الحاجه بتاعت الكورس بوليس بتاعت الميدل وير كده في الميدل وير بتاعتي. تمام ماشي، هزود بقى كام حاجه انا مفترض اعملهم لو في الكورس بوليس مبدئيا يعني. فهقول له يعني هنقولهم واحده واحده، انا هزودهم. في حاجه اسمها السي اس ار اف اللي اتكلمنا عليها من شويه وقلت هنشتغل عليها. بحدد في حاجه اسمها تراستد، التراستد يعني الموثوق بيها خلاص. التراستد اوريجن يعني العناوين اللي انا كسيستم هسمح بيها. انا كسيستم بالنسبه لي ديت يعني هكتب هنا الموقع او اليو ار ال المفترض بياكسس الاي بي اي بتاعتي، واللي انا بالنسبه لي السيرفر اللي بياكسس الاي بي اي بتاعتي ده انا بالنسبه لي ده الاوت. فاقول له بص المفترض الاوت اتش تي تي بي مثلا لوكال هوست واحط البورت. طبعا ممكن يكون عندي مثلا اب تاني بيكونكت، مثلا تعال نقول ان احنا هنعمل اب تاني مثلا 80 اب تاني اللي هو مثلا مثلا بي احنا هنعمله ان شاء الله مع بعض بالفيو. هرن الفيو على 80 80. فخلاص قلت له اي لوك 80 80 يبقى ده تراستد بالنسبه لمين؟ للجامو، يسمح بان هو يقدر يخش على السيستم والاي بي اي. ممكن كوما و و و لو انا عندي اكتر من واحد. وهقول له برضه الكورس اوريجن حاجه اسمها وايت ليست. كورس اوريجن وايت ليست مفهومه من اسمها معروف. وايت ليست يعني ايه؟ مسموح بيها الحاجات اللي مسموح بيها في الكورس اوريجن. هقول له هو نفس الموقع برضه مسموح بيه. تمام، فانا رابط الكورس اوريجن وايت ليست. هقول له برضه اسمح للايه؟ لل 80 80 ده اللي هو يقدر ياكسس الاي بي ايز بتاعتي. اخر حاجه عايز اقول لكم عليها وخلصت اللي انا عايز اعمله دلوقتي في الحته دي، اقول له كورس الباو ميثود يعني الميثود المسموح ان هو يعملها. انا هسمح بكذا ميثود، الميثود الشهيره زي ما قلناهم اللي هم عندي الجيت، ودي اللي بتعمل اللي بتجيب اللي هي الحاجات اللي هي خاصه بالسلكت. الميثود ديليت عشان نقدر نعمل حذف. الميثود بوست عشان نقدر نعمل اضافه. الميثود بوت عشان نقدر نعمل ابديت. ممكن كمان نقول له الميثود اوبشنز دي ساعات بيبعت بس شويه داتا على السيرفر يقول له مسموح بالعمليه دي، يقول له اه يقول له ماشي، فيبقى بيعمل انسيرت. او مسموح بالعمليه دي يقول له ماشي دي بوت اه ماشي كده ماشي دي. فدي شويه اوبشنز فيدباك كده اهو. انا جهزت نفسي ان انا اقدر اشتغل على الاب ده. اما نشوف بس نتست كده الدنيا فيها ايه. بعد ما نيجي نقول له ران السيرفر ماشي، قال لي ماشي انا زعلان من اللو اني عشان احط الدبل كوتيشن
وانا عامل سنجل كوت، فانا اقول له خلاص سنجل كوت، انا اسف، احنا اسفين يا ريس. وتعالى تاني نقول له ران السيرفر، بسم الله. قال لي برضه في عندي مشكلة تانية. قلت له ماشي، يقول ايه هي؟ قال لي انا بعمل امبورت المديول مش قادر اعملها امبورت. قلت له طيب. middleware does not defined course middleware مش شايفها، course middleware مش شايفها. قلت له طيب تعالى بقى كده، اولا كون ميدلوير انا غلطان فيها ان هي متكرره من الدبلر، انا دبلرتها ليه؟ ملوش لازمه، صح؟ حقك، حلو قوي، خلاص خلصنا مني. طب انا دلوقتي كنت قلت له ايه؟ كنت قلت له جامبو ميدلوير دوت كورس ميدل وير كورس هيدرز، فكورس هيدرز دوت ميدل وير دوت كورس ميدل وير، تمام، وسيفت. قال لي تمام كده انا لقيتها. قلت له صح، انا اللي كنت كاتبها غلط، انا كنت قايل لك جيبها من الجامبو، هي اصلا جايه من الايه؟ من الكورس هيدرز اللي احنا مسطبينها ونزلناها. اتس اوكي كده، احنا جاهزين بقى ان احنا نشتغل عليه، لان احنا جهزنا كل العمليات. طبعا عملت ريفريش، قال لي طب ممكن نعمل هنا كوما، ممكن دي يا عم روزمة هنا كوما، تحس ان دي حاجات بتبقى تحط اضافية. هو رن كده، بسم الله، اه تمام، كوما بس كانت ناقصة، لففني حول نفسي، ماشي خير. البوست مان، تعالى نسند على يوزرز، اه كده تمام، اهو اليوزر نيم والايميل والكلام ده كله. ولما نخش على البرودكتس برضه بقت علقت بريتي، اه كده تمام مظبوطه. وبكده نكون عملنا تيستنج لكل الايه العمليات بتاعتنا، والاي بي ايز جاهزه ان احنا نبدا نشتغل على ان احنا يعني نشتغل ان احنا نضيف بقى بيانات ونعدل ونشوف.